السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية واحترام لكل الناس المتابعيننا واللي حيتابعونا عبر شاشة سودانية 24 الموسم الرابع من مسابقة صفرجة الحلقة 12 الليلة 12 رمضان، ورمضان يرتحل 10 أيام من أيام الرحمة، ودخلنا في أيام المغفرة منه مبارح، ونحن ماشيين إن شاء الله ربنا يتقبل من الناس الصيام والقيام. قبل أن نبدأ بالتحايا دعونا نحيي الجمهور الموجود على الاستوديو يوميا. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، وإن شاء الله اللي نربط الأحزمة لحاجة ممتازة وحاجة مغيمة جدا. لما نقول الجمهور أنا ما بحب الكلمة دي، لكن نقول أهلنا وأصحابنا اللي قاعدين يوميا في الاستوديو بتاع الغنى. طيب الليلة من الحاجات المهمة جدا اللي تعودنا عليها في كل رمضان، مثلا يعني أنا في صفرجة لو ما لقيت مثلا أستاذ غسان، شكيلاي، إسلام، تجراي، الناس اللي ارتبط بيهم البرنامج، بحس إنه البرنامج يعني ما مكتمل. الليلة البرنامج اكتمل بوجود شخصية قد تكون موجودة معانا من رمضان الفات، وقدمت مستوى عالي جدا من خفة الظل. دارين تحية كبيرة لخالتنا أم حسن، الليلة شرفتنا، تحية كبيرة ليها. منورانا أكيد الليلة، وشكرا لوجودك معانا، وإن شاء الله تكوني معانا كما المواسم السابقة. هذه المسابقة برعاية كريمة من مجموعة سبائك للذهب والمعادن، ودائما قاعد تقدم يعني كميه كبيره من المنتجات، لكن اهمها 10 ب 10 تحولت من قروش ل 8 جرامات من الذهب الخالص او الذهب الخالص الغير مشغول، عيار 21 يوم الملكه ريناس ويوم طائر الرهو، ده بيتقدم للمسابقين الموجودين. لكن شختك بختك كما هي بقروشنا، قروش وقتي عشان ما في زول يقول لنا قروش كن وينها. استاذ غسان احنا جاهزين. إذن أم درمان مشاعر، مرحب عليكم، السلام، مرحب بيكم، كل سنة وانت طيبة. وانت طيب، والخالة أم الحسن طيبة. يا سلام، خالة أم الحسن بيبلغك تحايا كمان. الله يبارك فيك. يا مشاعر من وين في أم درمان؟ من حي العمدة. من العمدة، تحية كبيرة لمشاعر يا أخواننا في حي العمدة. الليلة الناس حلوين، قلت لك الليلة خالتي أم الحسن عاملة لنا جو، الليلة الجمهور ذاته بصفك بشكل جميل. مشاعر شغالة بتقري ربة منزل. ربة منزل. إن شاء الله ربنا يخليك ناس المنزل. الله يبارك فيك. يا مشاعر شايفانا؟ شايفاكم. أيوة. شايفاك في محل يوم داك. نبدا طوالي صفرجة على الشاشه ونبدا نلعب لحد ما تجيك تسع ارقام. ابدا العب طوالي، احنا جاهزين. 1 2 3 4 5 6 7 8 كم؟ 5. 5، الله عليك، ده لعب بتاع ناس لاعبين. الكمبيوتر واحد يا مشاعر. يلا شوفي حتمشي وين؟ 3. 3، يا سلام عليك مشاعر لاعبين، قلت لك ناس حي العمده ديل ما فيهم كلام. طيب الكمبيوتر حيختار، يختار لنا 4، ودانا فرصة يا مشاعر. 7. الله عليك يا حبيبة والديك، صفقة لمشاعر كبير. الليلة يوم حلو شديد إن شاء الله. مشاعر أول مسابق معانا، أكيد عندك 20 رقم فيها فخ وجائزة، سؤال منوع صوت وصورة. يلا. رقم 1. 1 ضل، 2 عبد الله، 3 قاعد الله. سؤال، إذا سؤال لمشاعر ربة منزل وتقطن حي العمدة. السؤال بيقول يا مشاعر، ما هو الاسم العلمي لمرض سرطان الدم حمان الله وإياكم؟ لوكيميا. إجابة صحيحة، 10,000 جنيه، برافو عليك يا مشاعر، بداية حلوة. عمر سوار الدهب شغال معانا اليومين، دي شغل حلو. تمام يلا يا مشاعر كملي. 7. 7، كريستيانو رونالدو الآن سؤال، يلعب في النصر السعودي. سؤال لمشاعر عندها 10,000 جنيه. مشاعر السؤال بيقول، شاعر سوداني عرف بقصائده الثورية من أشهرها حليوة ومزدارب السرة، فمن هو؟ طبعا حليوة ومزدارب السرة، طبعا مزدارب السرة ده أشهرهم يعني. حميد. الله القدال يا مشاعر يا أخي، ما عليش ما عليش يا أخوانا.
يا جنياتنا هو لبلب. طيب اذا من ام درمان حي العمده الى المملكه العربيه السعوديه، السودانيون هناك. رنا من السعوديه، رنا السلام عليكم. وعليكم السلام رنا، ما شاء الله شبكتكم كويسه، الله يقالك ساكنه معانا هنا. عاد ما شبكه سعوديه، ما شاء الله ربنا يوفقكم، احنا شبكتنا سمحه، لا لوبنا ولا تمر الناس. رنا فاتحه السماعه ولا التلفون ولا وين يا رنا؟ فاتحه قافله التلفزيون. قافله التلفزيون رنا في السعوديه. وين؟ في جده. في جده، جده مجداد. قاعده في السودان كنت وين او اهلك اصلا؟ احنا من شرق النيل لكن ساكنين جبره. من جبره، جبره ونسبله، جبره شرق النيل وجده ورنا، صفقه كبيره لهم كله. رنا من اجل عيون اهل السعوديه حتدخل مباشره لشختك بختك. عندنا رقمين مفقودات، هو 1 و7، الباقي كله موجود، واعمل حسابك الفخ موجود. 18 نصر الدين الشغيل يا ستار. 18 سؤال الى رنا من جده. طيب رنا، السؤال بيقول سوره تبدا بحرف واحد وهو نفس اسم السوره، عدد آياتها 88 آية. سهلة. يلا يا رنا، قاعدة في السعودية ما عارف الصورة. قاف. قاف ما بتبدأ بقاف، قاف والقرآن المجيد صح؟ يعني دي آية براء، لكن هي سورة صاد يا جماعة، صاد. معليش يا رنا. طيب من السعودية إذن إلى العاصمة الأنثى أم درمان من جديد. ريان من أم درمان، بنوت كلين. ريان يا ريان، ريان طلعت، نحن في انتظار زول تاني لحد ما يجينا. هنا هذه المسابقة برعاية كريمة من مجموعة سبايك للذهب والمعادن، هذه المجموعة آثرت إنها طرع البرنامج حصريا لأجل إنه نعرف يعني نطوق ذهبنا، ونعرف هذه المجموعة بتعمل في استيطان التعدين في السودان. إذا ريان عادت من جديد. ريان السلام عليكم. عليكم السلام. ريان شكلها صغيرون. ريان، ريان ها؟ هلا هلا وغلا يا ريان. ساكنة وين يا ريان في أم درمان؟ الثورة. الثورة يا طحارة. الثلاثة وستين صفقة لريان من الثلاثة وستين. ثلاثة وستين تمام سمعناه. عمرك كم؟ 63 برضو. عمرك كم سنة يا ريان؟ ريان اسمعينا من التلفون، خلي التلفزيون. حاضر. حضر لك الخير يمه. يا ريان عمرك كم سنة يا بنتي؟ 10. يا سلام، صفقة لريان، أصغر مسابق هذا الموسم. يا سلام يا ريان، نورتينا وشرفتينا. ريان شايفة التلفزيون ولا ما شايفاه؟ شايفاك في محل يوم ذاك. تعالي نلعب صفرة أنا وإنتي وأنا بساعدك، تمام؟ تمام يلا يا ريان بنتي الحلوة. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. أبدي يا ريان. خمسة يا سلام. ريان بنتي لعابة، قلت لكم ما حتخزيني. الكمبيوتر اختار لنا 4 يا ريان، أنت كم؟ 3. يا سلام يا ريان، ما محتاجة لي أصلا. كمبيوتر كم؟ الكمبيوتر اختار لنا الرقم 6 يا ريان، نقول كم؟ 7. الله عليك يا حبيبة والديك، صفقة لريان في 63. يا سلام يا ريان. طيب ريان دخلنا، ريان دخلنا لشختك بختك، كل الارقام موجوده عدا الارقام 1 7 18. اختاري ما يحلو لك. 18. اي رقم يا ريان؟ خلي التلفزيون يا ريان، انا سامع جلواك بيتكلم، يتكلم معانا من السماعه. كم؟ 16. يا ستار يا رب ما يكون فخ، ان شاء الله هديه. 16 سؤال. سؤال لريان من الثوره 63، 13 اعوام. طيب السؤال بيقول يا ريان اين اكتشف اول بئر نفط في العالم؟ طيب اين اكتشف اول بئر نفط في العالم؟ طيب طيب البئر، اول بئر اكتشفوه بتاع بترول وين؟ في امريكا ولا في الولايات المتحده الامريكيه ولا في يونايتد ستيت اوف امريكا؟
العراق. لا يما إجابة صحيحة أمريكا. أدوها صفقة لا إجابة صحيحة ما في كلام. ما العراق هي طبعا هي أمريكا هي ما سمعتني أصل العراق وين قال لك منو يا هريان قلت لك ما العراق ذاتي ما جبتها تمام طيب هي طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية في بنسلفانيا 1859 ده أول بئر تم اكتشافها يلا يا ريان اختاري رقم تاني أوعك تقول العراق تاني يلا يا ريان رقم جديد كم أدينا رقم يا ريان اختاري رقم تاني عندك 10,000 الليلة معاه هلا كله مبخل 15 خالد أحمد مصطفى يا رب هدية 15 سؤال سؤال لي ريان وساعدنا البيطنبو صنجنبا ساعدنا 15 عرفنا يا ريان عليك الله أكفر التلفزيون كلمي أهلك عليك الله قولوا نكفر الصوت بس ممكن عشان تقدروا تسمعونا حضر لك الخير ننتظر ريان ما شاء الله 63 في أمانة الله عليه مهلتهم عشان المواصلات بعيد طيب يا ريان أيوة طيب السؤال بيقول يا بتي من أي دولة تنحدر أصول الملاكم البريطاني نسيم حميد نسيم حميد من وين أصلا هو جنسيته بريطانية لكن أصله عربي من وين اليمن 20,000 جنيه يا سلام ريان الآن تتصدر المشهد ريان حلوة يلا كمل اختاري رقم تاني قولي اللي قال لك ده قولي اي رقم اثنين الغلب الشين يا ستار اثنين مخيف والله اثنين سؤال الحمد لله الى ريان الليلة لا صوت لا صورة لا جايزة لا فخ هم قاعدين لكن ما اختارون طيب يا ريان بيقولوا شاعر ومعلم سوداني تغنت له كوكب الشرق يعني اللي هي أم كلثوم بأغنية أغدا ألغاك فمن هو طبعا أغدا ألغاك هو الشاعر السوداني الوحيد يمكن الغنت له يا خوف فؤادي من غدي الشاعر السوداني الوحيد اللي تغنت له أم كلثوم دمنه الهادي آدم 30,000 جنيه بعد وروك لها صفقة كبيرة داري ما حنساعدك إحنا أديناكم بعد الزمن أستاذ غسان حيدقنا بعد الفاصل يلا يا ريان اختاري تاني يلا يا ريان 3 و 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 5 سيدر سامباي والبرازيل يا ستار من 5 ممكن صوت ابقى يا ريان اسمعي معايا الصوت من التلفون ونقوم شنو نوريك او تورينا ادونا الصوت وسهلا بالكرام اهل الحميه والمجاهد العربي الهاشمي ذي الجبين الازهري بالمصطفى الامي والمطيب المطهر بالمتوكل يا ريان المادح دمنه اولاد الماحي عبد السلام محمد علي الراحل المقيم في دواخلنا تحية لريان وأهله وصفقة كبيرة له شكرا يا ريان إذن من الثورة 63 أم درمان إلى جبال النوبة كادوغلي ريم من كادوغلي ريم ألو السلام عليكم إزيك يا ريم يا ست الحريم ريم كيف تمام الحمد لله كيفك انت يا جدوى مبسوط جدا بسمع صوتك والله وناس كادوغلي كلهم مشرفين لنا الليل تسلم الله يسلمك كويسين الحمد لله وأسرة برنامج سفرة قطر السودانية 24 بتحيي كل جبال النوبة وكادوغلي تحديدا تسلم كل سنة وانت طيبة طيب يا ريم وانت طيب هتدخلي معانا من أجل عيون عروس الجبال هتدخلي معانا طوالي إلى شختك بختك هي يعني عروس الجبال الدلن كادوغلي لكن العاصمة هي كادوغلي تمام 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 17 19 و 20 اختاري 4 4 4 بكر المدينة العقرب يا ستار ما يكون الفخ هدية يا سلام يا ريم هدية لريم من كادوغلي تمنيناها لك
مبروك. الله يبارك فيك. تمام. يلا يا ريم، عندنا 10,000 نكمل. كم وكم؟ عندنا 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20. 6. روبرتو كارلوس يا ستار. 6. ما سؤال. يبقى سؤال لريم من كادوغلي. يا تحل في كادوغلي يا ريم. احنا غوري كادوغلي. يا تغريا. ما كادوغلي ذاتا. يا تغريا. غريا اسم بار. يا سلام، تحية لهم كلهم. طيب يا, يا 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 ريم، السؤال بيقول لاعب كرة تنس أرضي سويسري توج ب20 لقبا في بطولات الجراند سلام، فمن هو؟ حي الاستاذ. ها؟ عيد السؤال. نعيده؟ وقف. طيب نوقف العداد، نعيد السؤال. روبر. 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 ها؟ روبر يا أولاد. روبر الأولاد قالوا. الأولاد روبر. قالوا روبر. أستاذ غسان الأولاد قالوا روبر. هو ما روبر، هو روجر. وإجابة صحيحة. 20,000 جنيه لك حدوكي. يا أخي روجر يا أولاد. 20,000 جنيه لريم. نكمل يا ريم. يلا. كمل. طيب 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20. يا أولاد. 8. 8 عيسى مصطفى البرنس. سؤال. يبقى سؤال لريم من إحدى قرى كادوغلي. يا ريم، السؤال بيقول ما العضو الوحيد في جسم الإنسان الذي يستهلك أكبر كمية من الأكسجين؟ طبعا. المخ. يا الله عليك، المخ. إجابة صحيحة. 30,000 جنيه الليلة حيكملوا المسابقة. الحمد لله. يلا الحمد لله، إن شاء الله رايد دائما حامدة. هنيئا لمن حمد الله يا ريم. عشرين. يا ستار ده والله مخيف. 20. سؤال. الليلة الناس بيزحوا كي من الناس من الفخ. السؤال بيقول اسمع يا ريم، زعيم هندي شكل حلفا ثلاثيا مع عبد الناصر والرئيس اليوغوسلافي تيتو، عرف بحركة عدم الانحياز، فمن هو؟ شكل حلف ثلاثي. نجرو. الله عليك، يا سلام، الزعيم الهندي نهرو. والله يا ريم، والله قطعتها لنا في راسنا زي ما نقول. يا سلام يا ريم، الليل عصام بيجيك فيك أدوبي. لكن ما بديو. تمام. 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19. 12 شكلها فخ يا ستار. 12 ما قلت لك. أسير يا ريم، معليش معليش. تمام. الخرطوم. سعاد من الخرطوم. أهلا. أهلا وسهلا. الله يسلمك. إزيك يا خالتي سعاد؟ عليكم السلام والرحمة. إن شاء الله تمام، عرفناك من الصوت خالتنا. الله يسلمك. إنتي كويسة؟ الحمد لله. مبسوطة مننا يا خالتي سعاد؟ الحمد لله. إن شاء الله دائما مبسوطة. شديد. طيب يا خالتي سعاد، ممكن تاخذ التلفزيون وتسمعيني من السماعة بتاعت التلفون؟ أعلي صوتك شوية. أنا أعلي صوتي. أنا المزعج. السودان كله منزعج من صوتي. أنا أرخي. أنا أعلي صوتي. بس أعلي صوتي أنا؟ أعلي صوتك. أي خالتي سعاد؟ أيوة. سامعاني؟ سامعاك. إجابة صحيح. طيب حنخش يا خالتي سعاد، عندنا اختار أي رقم. 3, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19. أدو فرقة. 10. 10 يا خالتي سعاد. 10. أدونا 10 صورة. طيب يا خالتي سعاد، حتشوفي الصورة في التلفزيون وحتورينا دي الصورة. دي صورة منه؟ هو زعيم. أديتونا صورتين يا إخواننا، لكن لا زال هو زعيم يعني. طيب هو زعيم جمعية أو جماعة الخدمية، وهو من الذين دعموا الاستغلال في السودان، وكان حضورا عند رفع العلم، وشكل حلفا مع الزعيم إسماعيل الأسهري ومبارك زروق ومحمد أحمد المحجوب الذي كان يلقب بالإنجليزي الأسود، ورفع العلم السوداني فاض النيل على الصحراء فاخضر الزرع. من هو الزعيم الصوفي المعروف؟ من هو؟ ما حلف. هو ما حلف.
السيد علي المرغني. السلام عليك، 10,000 جنيه. هو أستاذ غسان ما حلف، لكن كانوا موجودين في رفع العلم، يعني في رفع العلم ما كان موجود؟ لا مش الحلف، رفع العلم قلنا. هاي في رفع العلم يعني، مش حلفه. تمام، جمعية القراء. طيب يلا يا خالتي، 9 3 9 11 13 14 17 19. 3 يا خالتي سعاد. 3 سؤال لخالتنا سعاد، وإن شاء الله يكون سؤالا سهل. قال يا خالتي سعاد: صحابي شهد بيعة العقبة، خصه النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالنزول في داره عندما قدم المدينة مهاجرا، فمن هو الصحابي؟ يلا يا خالتي سعاد. هذا السؤال ثاني. معليش خالتي سعاد، نورتينا وشرفتينا. هو الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري. طيب عندنا منو ثاني؟ خلاص؟ في ولا ما في؟ عليك الله. مشينا؟ إذا فاصل أول ثم نعوف. تحية واحترام، اهلا وسهلا بكم في الفقرة مهمة جدا، وفقرة بحبوها الناس كلهم، وفقرة قاعد تكون مسخنة جدا. هي فقرة 10 في 10، وناس تبايك علوا الريتم جدا وبيقى فوق، لانه ليلة طايرة الرهو. 8 جرامات من الذهب الخالص عيار 21 حيمشي اما ديما المشايخة او ام درمان. تحية للاثنين ديل مع بعض كبيرة. الليلة المباراة حتكون ما بين أم درمان وديما المشايخة. ممثل أم درمان هو عبد الرحمن السنجك، يقطن أم درمان وأصلا هو محامي. تحية لعبد الرحمن كبيرة. يشرفنا من ديما المشايخة عمر حسن، وعمر حسن طالب بكلية الطب جامعة الجزيرة. تحية لعمر كبير. عبد الرحمن مبسوط؟ طيب يا اخي. وانت طيب يا اخي؟ الصحة والسلامة الحمد لله. والله ان شاء الله دائما مبسوط. اللهم متفائلين ان شاء الله باذن الله. مع الذهب ده كيف؟ كله ماشي ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك. الله تمام. عمر كيف الحال؟ بقول لك اهل الطب ديل بيركزوا دائما في المعلومات العلمية، ما عندهم علاقة بالمعلومات العامة. كلام ده صح ولا غلط؟ لا غلط. لا حنشوفه بعد شوية. دارين تحية لعمر ولعبد الرحمن كبيرة قبل ان نبدا المسابقة. طيب شروط قاسية خلينا نذكر بها، وبنذكر بها كل يوم عبد الرحمن وعمر. الشروط: أول حاجة السؤال يقرأ لمرة واحدة فقط. 2 مدة الإجابة 10 ثواني. 3 لا توجد أي وسائل للمساعدة. 4 إذا فشل عبد الرحمن يتحول للسؤال لعمر، والعكس إذا فشل عمر يتحول للسؤال لعبد الرحمن. إذا فشلتوا الاثنين حنقول الإجابة. نحن هنا ما عندنا علاقة إلا بالنقاط. 20 سؤال، ممكن 10 10 أو 11 9 أو 12 حسب أجوبتك. جاهزين يا جماعة؟ جاهزين إن شاء الله. السؤال ده ما عنده علاقة بالتفاصيل بتاعت النقاط، لكن عنده علاقة بالأسبقية. الجاهز يا عمر ويا عبد الرحمن يدوس البصل الأحمر بعد سماع السؤال ويجيب. أستاذ غسان سامعنا كويس؟ نحافظ على الهدوء في الأستوديو. تمام. السؤال بيقول للجاهز فقط: شاعر أغنية يا أعز الناس التي تغنى بها محمد وردي منو؟ الجاهز يدوس البص. الجاهز شاعر. إذا ما جاهزين، ما هم ما جاهزين أصلا، ما في حاجة، ما في زول عارف أصلا، ما عارفين الاثنين. تمام، ابقى الإجابة هو إسحاق الحلنقي. أيوة. طيب حنبدأ من وين؟ أدونا من وين؟ عبد الرحمن ولا عمر؟ دكتور عمر حتبدأ معانا. عمر، السؤال بيقول: ما اسم الخليج الذي يقع في الفرع الشرقي لشمال البحر الأحمر؟ خليج عدن.
معليش، يتحول السؤال للأستاذ عبد الرحمن المحامي. ما اسم الخليج الذي يقع في الفرع الشرقي لشمال البحر الأحمر؟ خليج حضرموت. حضرموت لا، هو خليج العقبة يا جماعة. السؤال لعمر من جديد. عمر، شاعر أغنية أفكر فيه وأتأمل منو؟ أفكر فيه وأتأمل. إسماعيل الحسن؟ لا، ما إسماعيل الحسن. ما إسماعيل الحسن يا شاعر أغنية أفكر فيه وأتأمل هو يا عبد الرحمن. لا لا، باص. باص. هو عبيد عبد الرحمن. طيب لحد هسه 0-0. جمهور ده يدينه خضر، دارين يصفق. أبشر. دكتور عمر، صحابي وفقيه وحافظ ومفسر وابن عم الرسول محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وصف بأنه حبر الأمة. ما يعني ما حبر يا أستاذ غسان صح؟ حبر الأمة. نحن قاعد نخطئ خطأ شائع يا ما عم نقول حبر، هو حبر الأمة. طيب حبر الأمة من؟ عبد الله بن عباس. إجابة صحيحة، برافو عليك يا دكتور، يا سلام. الآن التهب الاستوديو أستاذ عبد الرحمن المحامي. نعم. متى توفي الإمام محمد أحمد المهدي؟ سنة كم؟ سنة 1885. إجابة صحيحة، برافو عليك يا عبد الرحمن، يا سلام، متعة والله. دكتور عمر، روائي سوداني مصري نمساوي من أعماله مدن بلا نخيل وبعض الظن، من هو؟ نجيب محفوظ؟ لا، سوداني. نجيب محفوظ ما سوداني. سوداني؟ طيب عبد الرحمن. نعم. أستاذ، روائي سوداني مصري نمساوي من أعماله مدن بلا نخيل وبعض الظن، فمن هو؟ إحسان عبد الغدوس. ها؟ إحسان عبد الغدوس. نحن قلنا سوداني. سوداني، سوداني ومصري ونمساوي، هو طارق الطيب. دكتور عمر من جديد، تسمى قلب القرآن الكريم فما هي السورة؟ قلب القرآن. ياسين. إجابة صحيحة 100%. إذا كانت البقرة تنام القرآن والرحمن عروسها فالسورة هي ياسين، قلب القرآن. ما هي السورة يا أستاذ عبد الرحمن التي لا تبدأ بالبسملة؟ سورة؟ أي سورة شنو ما بتبدأ بالبسملة؟ هي سورة التوبة. الله عليك باللفة، سورة التوبة. دكتور عمر، جزيرة على النيل الأبيض اتخذها المهدي مقرا له سنة 1871 وبنى بها مسجدا وخلوة، جزيرة شنو؟ أبا. جزيرة أبا، برافو عليك، إجابة صحيحة، جزيرة أبا، طبعا من يعني شهيرة جدا. أكمل المثل التالي يا عبد الرحمن. نعم. اللي بيشكر بالكذب بينبس بالكذب. الله عليك، يا سلام يا سلام يا أستاذ عبد الرحمن، جميل والله صحيح. طيب من القائل يا دكتور عمر؟ يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء. دمنه يا دكتور أبو تمام. أبو تمام خطأ. أستاذ عبد الرحمن من القائل؟ يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء. أبو العتاهية. أبو العتاهية جل. هو يا جماعة بشار ابن برد. سؤال لدكتور عمر من جديد، أفريقيا الوسطى بلد تحيطه المياه من كل جانب، صح أم خطأ؟ خطأ. إجابة صحيحة، خطأ، برافو عليك أستاذ عبد الرحمن المحامي. نعم. مدينة ملكال هي عاصمة جنوب السودان، صح أم خطأ؟ خطأ. إجابة صحيحة، هي جوبا، برافو عليك. الآن لحد الآن تعادل يا جماعة. يا دكتور عمر سؤال لك، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل الغضاء ضاق الفضاء. أها أيوة. طيب، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل الغضاء ضاق الفضاء، دع الأيام تغدر كل حين
فما يغني عن الموت الدواء فمن القائل. هو أشعاره بتشبه الكلام. الشافعي. الإمام الشافعي، برافو عليك يا عمر، الله عليك. أيوة. مرات الزول بيشغل مخه كده. صاحب كتاب الحيوان يا أستاذ عبد الرحمن. نعم. سؤال ده سهل والله. قال باص. صاحب كتاب الحيوان يا دكتور عمر. جاهز. إجابة صحيحة، برافو عليك، يا سلام. ولقد مات حينما سقطت عليه كتبه من المكتب. وزير خارجية أستاذ عبد الرحمن، وزير خارجية حكومة الفريق عبود، منو؟ وزير الخارجية آنذاك. هو محامي زيك. عبد الله خليل. عبد الله خليل. انتهى الزمن. دكتور عمر، وزير خارجية حكومة الفريق عبود، من هو؟ هو أحمد خير المحامي يا جماعة. أستاذ عبد الرحمن. نعم. ما هو العلم الذي يدرس سلوك الإنسان وتفكيره وشخصيته وطبيعته العقلية؟ سهلة والله. الفسيولوجيا. الفسيولوجي ده علم وظائف الأعضاء، ما عنده علاقة بالموضوع. السؤال ليه دكتور عمر، ما هو العلم الذي يدرس سلوك الإنسان وتفكيره وشخصيته وطبيعته العقلية؟ علم النفس. علم النفس، إجابة صحيحة، برافو عليك، يا سلام. سايكولوجي وليس الفسيولوجي ولا الانثروبولوجي. أحمد أو عبد الرحمن المحامي، حرب شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية، حرب شنو؟ حرب أكتوبر. إجابة صحيحة يا أستاذ، يا سلام عليك. بطل رواية موسم الهجرة إلى الشمال عمر حسن. هي الرواية للطيب صالح. بطل الرواية مش الكاتب، بطلة إذا قريتها. رواية عظيمة. شكراً يا دكتور. أستاذ عبد الرحمن، بطل رواية موسم الهجرة إلى الشمال. لا لا بس. رجل الغامض يا أخي. قال ما أعرف، أدون ألبس سريع، أنا حدون عشان أجاوب. هو مصطفى سعيد يا جماعة. لا ده مالك يا استاذ، داير البوز بتاعه انا تمام. الاستاذ عمر او دكتور عمر، مملكه مسيحيه سودانيه اسقطها العبد الله. الفون. معليش، هو العبد الله والفون يعني حاجه واحده يعني. مملكه مسيحيه سودانيه اسقطها العبد الله. استاذ عبد الرحمن، من أشهر الممالك المسيحية آنذاك. هي مملكة علوة يا جماعة، وعاصمتها كانت سوبا، وسمعنا بالمثل عجوبة الخربة السوبا. دكتور عمر، مغني سوداني من أعماله جنوبية وفيفيان، فمن هو؟ حاجة الحلنجي. كنا مغني على فكرة. أنت أهديت عبد الرحمن يعني سؤال سهل جدا. عبد الرحمن مغني سوداني من أعماله جنوبية وفيفيان، فمن هو؟ نور الجيلاني. النور الجيلاني، إجابة صحيحة، برافو عليك. تحية للفنانة نور الجيلاني، ونتمنى له الصحة والعافية، ونقول له كل سنة وأنت طيب. دكتور عمر، من اللاعب البرازيلي الذي يلقب بالجوهرة السوداء؟ بيليه. بيليه، إجابة صحيحة، برافو عليك. أستاذ عبد الرحمن. نعم. مترجم وأديب سوداني تهتم أعماله بالأدب الإفريقي، عمل مديرا لدار النشر بجامعة الخرطوم، فمن هو؟ طيب صالح. لا جلد، ما نستعجل. دكتور عمر، مترجم وأديب سوداني تهتم أعماله بالأدب الإفريقي، عمل مديرا لدار النشر جامعة الخرطوم، فمن هو؟ محمد أحمد المحجوب. أه؟ هو علي المكي يا جماعة، معلش.
أستاذ عبد الرحمن، ما هو المنتخب الذي أحرز كأس العالم لكرة القدم سنة 1990؟ 1990 البرازيل 94، 90 منه إيطاليا. هو كان في إيطاليا يعني سنة 90 نظمته إيطاليا لكن ما فازت به. ما هو المنتخب الذي أحرز كأس العالم لكرة القدم سنة 90 يا دكتور؟ ألمانيا. إجابة صحيحة ودقيقة، برافو عليك أستاذ عبد الرحمن. ما هي المدينة السودانية التي تم إغراقها في بحيرة السد العالي؟ حلفة. حلفة القديمة، إجابة صحيحة، برافو عليك دكتور عمر. وحدة قياس طويلة ذكرت في القرآن الكريم أو طول، دقيقة أنا قريت السؤال غلط سامحونا. وحدة قياس ليست طويلة، وحدة قياس طولية ذكرت في القرآن الكريم شنو؟ الذراع. الذراع، الله عليك، إجابة صحيحة، يا سلام، حلوين انتوا الليلة يا جماعة. أستاذ عبد الرحمن، ضابط نمساوي عينه غردون باشا حاكما على دارفور، وقع في أسر جيوش أو في أسر جيوش المهدية، له كتاب بعنوان السيف والنار، فمن هو؟ مين باشا؟ انتهى الزمن. دكتور عمر، ضابط نمساوي عينه غردون باشا حاكما على دارفور، وقع في أسر جيوش المهدية، له كتاب بعنوان السيف والنار، فمن هو؟ أوت. سهل يا جماعة، سلاطين باشا. أستاذ عبد الرحمن، سؤال هدي. عاصمة الهند. دلهي، نيو دلهي. نيو دلهي، إجابة صحيحة، برافو عليك، صفقة كبيرة. الناس قاعد يقولوا بومبي زي دبي، دبي ما عاصمة الإمارات لكن دي هي العاصمة التجارية. من هو أول رئيس سوداني يستخدم لقب رئيس الجمهورية يا دكتور عمر؟ أول رئيس سوداني. أول رئيس ولا أول رئيس استعمل؟ استخدم. نميري. إجابة صحيحة، نميري، برافو عليك، أيوة أبعاد. دون السؤال يا جماعة، دون السؤال، سرعة. طيب نحن زي ما قلنا يا إخوانا، المسابقة دي للتثقيف وليست للذهب، ولكن عندما يأتينا ذهب من خلال إنتاج أراضينا والجيولوجيا بتاعتنا قاعد نسعد. سؤال أتى نحن طبعا بنملسة عجل، سؤال ما جان يحركة كذا مننا ما نعمل فيها مفتحين. طيب أستاذ عبد الرحمن، متى انفجرت مركبة الفضاء الأمريكية تشالنجر؟ سنة كم؟ 1900 وكم؟ 1956. متى انفجرت مركبة الفضاء الأمريكية تشالنجر يا دكتور عمر؟ 1996. يعني انت قلت 56 وده قال 96، هو يا بي 6 لكن الاثنين جليتوا. 1986 يا جماعه، وقت داك شكي لايف شغال في الغنى دي. طيب استاذ عبد الرحمن، من هو شاعر الاغنيه الشهيره 5 سنين والتي تغنى بها الموسيقار الباش كاتب محمد اللمين؟ 5 سنين طبعا، خمسة سنين معاك يا زينة الأيام ويا نوارة الأسنين، مرت حلوة زي أنسام. إسحاق الحلنقي؟ لا. من هو شاعر الأغنية الشهيرة 5 سنين والتي تغنى بها الموسيقار محمد اللمين دكتور عمر؟ صالح أحمد إبراهيم. لو ركزت هو اسمه زي أنت دكتور عمر، وهو دكتور عمر محمود خالد. نحيي هذا الدكتور والذي يعاني الآن المرض، نتمنى له الشفاء. تحية للدكتور عمر، كبير يا إخوان، صحة وعافية، وصحة وعافية تجيك يا دكتور إن شاء الله. طيب أستاذ عبد الرحمن، من هو هداف كأس العالم الأخيرة بقطر؟ هداف من كأس
الهداف منو؟ هداف ميسي. ميسي رفع الكاس لكن ليس الهداف. من هو هداف كاس العالم الاخير بقطر يا دكتور عمر؟ كيليان امبابي. كيليان امبابي اجابه صحيحه، برافو عليك استاذ عبد الرحمن. ضابط سوداني قاد ثوره 1924 ضد الاستعمار الانجليزي عبر جمعيه اللواء الابيض وقدم للمحاكمه مرتين. هل عبد اللطيف؟ إجابة صحيحة ودقيقة وبرافو عليك يا أستاذ. دكتور عمر، ممثل مصري أدى دور سليم البدري في مسلسل ليالي الحلمية، فمن هو؟ سليم البدري في ليالي الحلمية وغاب في الجزء السادس. عادل، عادل إمام. ما في ليالي الحلمية اصلا وذاته، هو احلام الفتى الطائش كان هو. حتجي انا ممكن احول السؤال والله، تفضل يا عبد الرحمن اذا عارف ليالي الحلمية المثل دور سليم البدري منو؟ سليم البدري، سليم البدري اذا كان سليمان غانم كانت لصلاح السعدني، سليم البدري منو؟ لا ده مين كذا؟ رشوان؟ لا رشوان، لا عبد الرحمن السعد. ما 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 كان مثل، هو دكتور يحيى الفخراني. المسابقه انتهت، مبروك. طيب الجمهور حيحدد وانا حودي الذهب للجمهور. جمهور، من الفائز استاذ عبد الرحمن ام دكتور عمر؟ العال اللي بيقول استاذ عبد الرحمن يصفي، اللي بيقول دكتور عمر يصفي. الجمهور اختار دكتور عمر، وحقيقه هو دكتور عمر. تحيه كبيره لدكتور عمر اللي فايز بالذهب. الليله تعب حيمشي زي ما المشايخ. حقيقه استاذ عبد الرحمن قدمت مستوى جميل، من الناس الليله عملوا المسابقه بشكل كويس، وكنت ند صعب جدا. الفرق بيناتكم ما كبير، ممكن يكون نقطتين بس، شويه اسئله كده كانت مزيده. شكرا لك، نورتنا وشرفتنا، كثر خيرك كثير. تحيانا لكل ناس ام درمان. دكتور عمر موفق ان شاء الله وكثر خيرك كثير. الان انت عريس الذهب، مبروك عليك. حتودي وين؟ والله انا ما ادري ما السؤال ده، يعني ما هو ذهبك يعني. قول قول جدحته انا ما. شكرا سبايك بتقدم لك ذهب. شكرا لدكتور عمر، تحيه كبيره له يا اخواننا. شكرا لكم كثير، حتغادرونا كثر خيرك. استاذ عبد الرحمن، دكتور عمر حتغادروا. شكرا. الفايز معانا الليله هو دكتور عمر حسن، طالب بجامعه الجزيره كليه الطب. نحيه تحيه كبيره يا اخواننا. وين الصبغه؟ حلوين. المسابقة بدأت تمشي في اتجاه كويس، لكن فاصل أخير ثم نعود. السلام عليكم ورحمة الله. في آخر فقرة من فقرات برنامج صفرجة، الفقرة الخاصة بحبايبنا اللي بيجونا يوميا. أي زول عايل لي رقمه انت وحظك، جائزة السبايك الأخيرة سوف نرى لمن ستذهب. قدم الحجر عيني اللي ورثي شو فيها احتمال لقيت بدون ورق الليلة داير ذهب. طيب ده بسم الله إن شاء الله يكون زول ما فاز قبل كده عشان يفوز معنا. والله رقم اقسم بالله هاي معه واحد الله. يا سلام، صفقة كبيرة يا اخواننا. أول مرة يفوز معنا الرقم واحد، ده ما محتاج لتأكيد، قاعد في رقم واحد ما بجيب لي ورقة زاد. تعال بيجا بيجا عشان الليلة أشوفك. ازيك يا أخي؟ كل سنة طيب يا أخي، خلي المايك ده معك. المرة اللي فاتت كنت معانا وقلت لنا شعر سمع، المرة دي لنا شعر مختلف. يلا راح أكون شغال تب واصل السودان كله رحكه. يلا قول بسم الله. يلا اتذكر لك حاجه سمحك إيه. لا لا اتذكرها، ادو صفقه عشان يدينا الشعر يا اخوانا. ها يلا نادي كلها معك. الشعر ده فوق اهلي، فوق اهلك، فوق كله ونهنا رح أيوه. كون يلا. قلت لا بن حقرو لا بلاقيك جناه شاكي، وكان غبنوا من خرب النسيم الزاكي. ايوه العام السخي ودفاع للضان تاكي، طلق ما بصرنا الا قعد حاكي. ابشر ابشر والله عقب ولا كفاك. الله يديك الحيل الظاهره.
وحيدة صغيرة عشان نقفل. وقلت نحن الذكرى ونحن الشكرى ونحن السادة. ها. والعركم سيجة يا نحن أولادها. كلام عجيب. نحن أمريكا لو درناها تجي من قادة والله كنت خلقنا خلق له فينا زيادة. ما في كلام والله الله يتم العافية والله أنتم ما خليتوا حاجة. مبروك عليك يا أخي. ألف مبروك. صفقة كبيرة أخواننا لزول ده. زول جميل. ما قص منه. الغفاري شوف الاسم ده صفقة للغفاري اللي شرفنا ونورنا الليلة كتر خيرك يا غفاري شكرا جزيلا يا أخي نورتنا تحية لغفاري لحد ما يصنع يا جماعة ويصلح مقعده عليه مهلتك يا غفاري شوف الطول ده ما شاء الله تاكلوا دبايب انتوا ما في كلام صفقة كبيرة للغفاري يا أخوان عشان نكفي والله يا جماعة حقيقة الليلة حلقة مختلفة وحلقة مميزة جدا أجمل ما في الحلقات اللي ممكن تمر في حياتنا يكون فيها حركة يكون فيها حياة ويكون فيها تعامل جميل إحباطات كثيرة موجودة عند الناس بقت أقل حاجة بتفرحنا الليلة حنتكلم عن السعادة وعن الفرح في ناس بتفرحهم كلمة وفي ناس بتفرحهم قروش وفي ناس بتفرحهم زيارة وفي ناس بتفرحهم ابتسامة شوف الناس اللي حوالينك اللي بيفرحهم شنو واعملوا لو حيين بكرة نتلاقى مع السلامة